أسامة شاهين نائب شاب حاز ثقة الكويتيين لتمثيلهم في البرلمان الكويتي للمرة الثانية ممثلا الحركة الدستورية الإسلامية حدث الذراع السياسية للإخوان المسلمين في الكويت. ينظر شاهين إلى ساحة الإرادة المقابلة لمقر البرلمان يوم كان مشاركا في حراك شبابي مع بداية الربيع العربي، ويتصفح في المقابل رصيدا حافلا بالعمل النقابي والطلابي فالسياسي. أنا كنت يعني رئيسا لمكتب شباب الحركة، وبناء عليه كنت عضوا في المكتب السياسي للحركة الدستورية، فهذا ساعدني على حضور المناقشات الفعلية والمساهمة فيها والتصويت على القرارات. نعم، الحراك الشبابي قوي ويقود بالحقيقة العمل السياسي، وليس الساسة يقودون الشباب. يشكل الشباب ثلث المجتمع الكويتي، نسبة غير قليلة منهم تنضوي تحت راية تيارات سياسية تتوزع بين القومي والليبرالي والسلفي والإخوان المسلمين والشيعة. تبادلت هذه التيارات الأدوار في الحياة السياسية خصوصا ضمن أسوار جامعة الكويت، إلا أن كل فئة ظلت متمسكة مدافعة عن فكرها ونهجها الخاص. هناك رغبة للعناصر الشبابية بالتغيير، وايضا تبني عدد من الشباب كبير بصوره كبيره للبرامج السياسيه للتنظيمات السياسيه بمختلف الوانها للتعبير عن ارائهم بصوره صحيحه. يعني نحن في المنبر الديمقراطي اغلب قراراتنا دائما تكون في الاتجاه الشباب، لان هم من يملكون الاغلبيه في عمليه التصويت داخل القرار السياسي في المنبر. ويؤكد مراقبون ان الازمات التي تعيشها البلاد على الصعد الاقتصاديه والاجتماعيه والرياضيه حفزت الشباب على الإقبال على العمل السياسي ورفعت درجة اهتمامهم بالسياسة. لعب الشباب الكويتي دوراً بارزاً في تغيير المعادلة السياسية في البلاد، ولعل هذا ما أكدته نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أوصلت شباباً إلى مجلس الأمة تقدر نسبتهم بثلث أعضائه. سمر شديق، الجزيرة، الكويت.